لو تم اتهام شخص بترويج المخدرات وتم عرضه على القضاء، وش ممكن يحكم عليه القاضي لو ثبتت هذه التهمة في حقه؟ وش ممكن أيضا يسوي المحامي في مثل هذه القضايا؟ خلوكم معنا بعد الفاصل. حياكم الله وبياكم في قناة المحامي سعد بن منصور العبن. ننشر في هذه القناة معلومات قانونية تحت سلسلة منثورات قانونية. نرجو ونطلب ونأمل من المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذه المعلومات المجتمع. يسعدنا ويشرفنا تواصلكم معنا واستقبال استشاراتكم وحجز المواعيد في المكتب عبر رقم الواتس آب الظاهر الآن أمامكم في الشاشة. العقوبة النظامية لمروج المخدرات للمرة الأولى هي السجن بما لا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد على 15 سنة، وجلد بما لا يزيد على 50 جلدة، وغرامة مالية من 1000 إلى 50,000 ريال استنادا للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. طيب، هل مثل هذه القضايا يحتاج لها محامي؟ وش ممكن يسوي المحامي في مثل هذه القضايا؟ شوف، كل القضايا الجزائية تحتاج إلى محامي، خصوصا إذا كان المرفوع ضدها القضية مظلوم وصاحب حق. القضايا الجزائية من القضايا التي تحتاج إلى محامي فاهم وذكي وفطين ويعرف يتكلم ويعرف يكتب كتاب قانونية رصينة. المحامي في قضايا الترويج ليست وظيفته الأساسية إخراج المتهم بغير إدانة أو براءة مثل ما يقولون البعض، بل وظيفته الأساسية هي أن يبين للقاضي موقف موكله القانوني الصحيح، لأن المحامي التقي لله تبارك وتعالى مستحيل يقبل يترافع في قضية ترويج وهو يعلم أن موكله مروج فعل المخدرات. فعمل المحامي هو إخراج موكله بغير إدانة إذا كان بالفعل موكله غير مدان، أو إخراجه بأقل الأضرار. أذكر مرة جاءتنا في المكتب قضية ترويج فيها مبلغ مالي وكاش ومواد مخدرة وميزان عليه مواد مخدرة، والمدعية تطلب إدانة موكلنا بالترويج استنادا للمعطيات اللي قلتها لكم. ميزان عليه مواد مخدرة ومبلغ مالي ومواد مخدرة، وفضل الله اسقطنا عن موكلنا تهمة الترويج وخرج من القضية بأقل الأضرار. هذا هو عمل المحامي في القضايا الجنائية، إخراج من هو أهل للبراءة بالبراءة، أو إخراج المتهم المدان بأقل الأضرار. لا تنسون تدعمونا في القناة بالاشتراك والنشر لعل الله أن ينفع بها وأن يجعل العلم المنشور فيها خالصا لوجهه الكريم. الله يوفقنا وإياكم.